يا عالنكد يا دي الزلومه دي. يلا انت يا حبيبي طول عمري اسمع عن بوز القرد، اول مره اشوفه لايف والله. انت جيت لي نكده لقيت حد اتريق عليك، كانوا دايما يتريقوا عليا انا. انت معايا في كل اعمالي. يلا ده ايه البوز ده؟ يلا مالك فيه ايه؟ سيبنا يا استاذ منصف والنبي. والنبي ما تنكد عليا، انا خارج ومعايا عمام النهارده وهتبقى خروجه ضحك. يا بختك يا عم، انت هتخرج وانا قاعد هنا في الديون والاقساط والحياه والالتزامات لما خلاص الواحد ايه؟ معلش يا سيدي بس انت شيل البوز ده وربنا يكرمك، كل الناس عليها اقساط بس بتنبسط. طب قول لي انا اعمل ايه؟ درس الواد حماده 100 جنيه، جمعيه ام عبير 400 جنيه، درس الواد حماده 100 جنيه. انت لسه قايله درس الواد ايه يا استاذ منصف؟ هو حماده هياخد ماده واحده؟ هياخد مادتين يعني. مادتين ليه؟ لسه في عربي وحساب وانجليزي. يعني هتقوله مره كمان ده؟ لا يا سيدي، حلو مادتين، هيطلع احمد زويل. ايوه اهدى بس اهدى. اهدى اهدى. والله هيطلع احمد زويل يعني. معلش اهدى، انت ايه مالك؟ في حاجه في الكيك هيد ولا؟ لا 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 لا. طب اهدى بس اهدى، هو مين حماده ده؟ ابن جارتنا. وانت بتدفع فلوس الدرس لابن جارتكو؟ وادفع ليه فلوس الدرس يا استاذ منصف؟ ابن جارتنا انا شايل بس همها، مش الجار للجار. شايل همها؟ يعني انت ما عليكش درس حماده واحمد زويل وعملت لي كده؟ يعني انت عليك جمعيه ام عبير بقى؟ ولا جمعيه ام عبير ولا جمعيه ام عبير. ايه بس انت بتناقش لي مواضيع الحاره؟ هو انت يا ابني في برنامج المسامح كريم يا استاذ منصف؟ لا لا لا. ايه؟ انا عندي مشكله في ولادتي منذ طفولتي وانا صغير. ايوه انت الكآبه دي وراثه جينات عندك. يا استاذ منصف. ايوه صح. 21/11/87 يوم ولادتك. يوم ولادتي. ايوه ايه اللي حصل؟ بعديها ب 15 سنه. يعني ايه؟ يعني ايه 21/11/87 بعديها ب 15 سنه؟ الموقف حصل بعد ولادتي ب 15. طب ليه بتذكر لي تاني؟ وانا السجل المدني يا حبيبي. حاضر يا استاذ. ما تخش لي على ال 15 سنه اللي بعدها. ما تكئبنيش انا خارج. حاضر يا استاذ. اتفضل قول. بعديها ب 15 سنه بابا دخل على بابا. بابا والله شوف والله بشبع عليك. شوف انت صاحبي من امتى؟ اول مره اخد بالي اول ما قلت بابا طالعه بالظبط. بابا سيدا خلاص. بابا سوري. بابا بس بابا طالعه منك مع الشعر على جنب مع اللون اللي مش مفهوم ده. هندي هندي. بابا دخل على ماما قال لها نوس بايس. انتوا في العيلة بتدوروا على ألمازة؟ المهراجة عايز ألمازة. لا يا أستاذ منصف. خلاص خلاص. أنت بتتريق على مأساوياتي. معلش أنا آسف، كمل. بابا عمل إيه؟ بابا دخل على ماما غضبان قوي. أيوة. ووشه يعني شرزاً كده، يعني بتفرقع شرار. ودخل غضبان وقال لها خد الخمسة كيلو موز دول اطبخيهم يا ولية. قال لها إيه معلش؟ خد الخمسة كيلو موز دول اطبخيهم. خد الخمسة كيلو موز اطبخيهم؟ آه. بس يعني 5 كيلو موز اطبخيهم ازاي؟ هو احنا كده يا عم؟ عيلتنا كده. عيلتكوا كده. وماما قالت له ايه؟ بابا دخل على ماما غضبان وقال لها خد يا ولاد 5 كيلو موز دول اطبخيهم. امي ردت عليه وقالت له هنطبخ موز يا راجل. قالت له هنطبخ موز يا راجل؟ عندها حق. هنطبخ موز قرداحي. لما جبت لنا تفاح هنرميه على تسبيكة الموز. بابا كان بيخاف من ماما. اضطر ايه يرضى بالامر الواقع ودخل كل طاجن باميه بالنوتيلا كان بايت في الثلاجه. باميه بالنوتيلا كان بايت؟ ده انتوا من بلاد ايه؟ احنا من هنا. انتوا يعني بص يا ابني، انت المشكله ولا ليها علاقه ببابا؟ انت بتوهم نفسك. المشكله ليها علاقه ان انت عايش في بدله الامن دي وعلى طول في اللوكاندا. اخرج اخرج مع اصحابك الشباب وشوف بنات في الشارع، الحاجات دي بتخلي الشاب مبتسم على طول. بنات؟ ايوه. انا عمري ما كلمت بنات. لا لا انا هخليك تكلم. يبقى اخرج معاه مره وانا اصيع واحد في الشارع. طب علمني من علمك، علمني كده من خبرتك يا استاذ منصف. انت راجل يعني قدي. بص يا سيدي، هو ايه راجل قدي؟ الحكمه في كده. بص هو الموضوع بسيط جدا. يعني انا مثلا تخيلني ان انا بنت. انت بنت وانت داخل تقول لي انا معجب بيك. حاضر. هتقولها لي ازاي؟ سهله. ايه ده مالك يا لفي؟ انا معجب بيكي. ده وش يقول لي بنت انا معجب بيكي؟ ما ده لو وش بنتي لازم ده الوش اللي يقولها انا معجب بيكي. سيدة بابا. والله بايزي بايزي مفركعة. خلاص. تعال معايا بره وانا ايه هوريك ازاي تكلم بنات. خلاص يا استاذ منصف خلاص. انا بامر الله حفظت الدرس وهطبقه 100 100 عملي ان شاء الله.
اذنك مدام امينه رزق، في ايه؟ خلاص بقى الدخله دي ما ينفعش يا صبري. انا زهقت يا استاذه كماليه، في جست معانا ثانيه واحده بس. زهقت من الامن والبوابه والحراسه، انا عايز احس سني. الله، هنتكلم نتفاهم يا صبري. انا بص مالك، تعالى طب تعالى اطلع. انا بحبك. يخرب بيتك، انتوا بتشغلوا هنود عندكم هنا في اللوكندا؟ نمستي يا ابكي زهي. اه يا حراميه يا نصابه يا بتاعت الثلاث ورقات. معلش يا حراميه يا استاذ، في ايه؟ انتوا مجانين ولا ايه؟ انا حراميه؟ ايوه سرقت حاجه من اللوكندا. والله سرقت ايه بقى ان شاء الله؟ سرقت قلبي. بضحكة يعني قلبها مال. اهدى يا هضبه. هضبه ايه؟ خلينا نشوف الجبل ده. انت بتعمل كده ليه؟ يا جمل ما يهزك ريح. دم خفيف قوي. متهوره بس بحبك. يا بنت يا لهوي. عيب بقى يا صبري، تعالى احنا اسفين جدا مدام ناديه لطفي. عيب يا صبري. لا لا عيب قوي اللي بتعمله ده. استاذه كاميليا، استاذ منصف اللي قال لي كده. ايه قال لك ايه استاذ منصف؟ قال لي يا واد يا صبري عيش حياتك، عاكس مزمزلات، عيش سنه. عاكس ايه؟ مزمزلات. طب ما انا مرزوعه قدامك بقالي مليون سنه، ما عكستنيش ليه؟ وانا دلوقتي حليت في عينيكي، ما انا مرزوع برضه قدامك بقالي 10 سنين. مش عارف انك هندي؟ يا هندي بلا نيله بقى تعبتونا. ايه بقى مخصوم منك 200 جنيه عشان مش بتعاكسني وعشان اللي انت بتعمله؟ ايه تعالى تعالى انا هديهم لك. ما تهدي يا ستي، في ايه؟ دمه خفيف قوي والله. انشانتي. اسلم؟ اه عادي. اسلم على ايدك. وقع على رجلي يعني على ايدك؟ ايوه. اتفضل. ايه ده، في ايه؟ لا 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 ده ولا ايه؟ انا مش هغسل ايدي تاني. يا عفاية يا عفاية يا صبر. وبتحمر خدودها؟ بتحمر خدودها؟ طب يا رب تستوي. هو اي حاجة تيجي ببالنا بنقولها كده؟ لا خلاك، الجمهور ده بيقلب بسرعة. يعني احسبها كده، قول بيحمر خدودها، تصدق حلوة لما تستوي. الله يخليك. بس انت عشان فاجئتني بيها. هي بتحمر خدودها وقلعت الطرحة عشان تروح على الشارع، انما جوه هنا ملتزم. اصل احنا عيلة محافظة جوه اللوكندا. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. قول لي بقى انت ليه ما حشتش انت وساعتها؟ خاف. ليه؟ اخاف من الناس، من شري. من شرك انت؟ ايوه. انت؟ انا عندي قوه خارقه. انت عندك قوه خارقه؟ ايوه، زي عيله فرعون. اللي بيتنوا العمله بعينيهم؟ اللي بيتنوا العمله بعينيهم، يحطوا المؤاخذه للمسامير في رجليهم، ويشدوا العربيات بشعرهم، ويتنوا البتاع ده بايديهم، ويشربوا ينسون سخن على الريق، ويعملوا ايه؟ ايه ويشربوا ينسون سخن على الريق دي؟ دي موهبه خارقه عند رضيع دي. ايه الخرقنه في ان يشرب ينسون سخن؟ ايوه صح، عندك حق. اي ما تقولش كلام في النص كده. انا زيهم كده. انت عندك قوه خارقه؟ ايوه. يعني تعرف تتني العمله بعينيك؟ معاك عمله اتنيها لك؟ للاسف لا، فلت يا ابن الايه؟ مع محظوظ. انت معاك؟ ايوه. الله، والنبي نفسي اشوف الحاجات دي. اتني لي عمله. ايه ده، دي ورق؟ دي ورق ومش عارف تتنيها. ايه يا استاذ منصف؟ ورق ومش عارف تتنيها كمان. اصل انا القوه الحقيقيه بتاعتي في ايديا دول. مالها ايدك بتطلع نار؟ لا. امال ايه؟ لو كنت بست سواق التاكسي من القميص كده بتاعه كنت كرمشت له قميصه. يا ولا يا مرعب، لو مسكت له قميصه تكرمشه؟ كرمشه. ده اي مكواجي هيبطل لك القوه دي. النهارده ايه في ايام ربنا؟ النهارده الاثنين اجازه المكواجيه. يا مقفل انت القوه. يا امال ايه؟ جامد.